السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين الويزات ديالي؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار مع فيديو جديد ان شاء الله. ولا فيديو ديال هذا النهار غادي تشوفوه في الصباح يوم عيد الفطر، وبهذه المناسبه غادي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والرزق والتيسير وراحه البال كل حاجة زوينة في الدنيا. يا ربي أمين يا ربي أمين يا ربي أمين. شغنقول لكم بكل ما كتمنى، واللي عندها شي وليدات الله يخليهم ليها وبشي مستقبل زاهر إن شاء الله. هي عاوتاني إن شاء الله هي تشوف حياتها وتطمح وتدير واحد الهدف عندها قبل العينين ديالها باش توصلوا كذلك. الراجل حتى هو بشي مرتبة عالية، اللي ما عندهاش الوليدات يا ربي لما تسهل عليها، واللي باغا تزوج بشي واحد يا ربي لما تجمعهم مع بعضياتهم في الحلال. مهم اي واحد عنده شي امنية في القلب ديالو يا ربي لما يحققها له، واكيد اكيد اكيد الله يخلي لنا الوالدين ديالنا ويطولنا في عمرهم، واللي ما عندوش الوالدين ديالو اكيد الله يرحمهم ويتبعنا بهم مسلمين يا ربي امين. الله يرحمهم في هذا النهار ويوسع عليهم. كي قلت لكم هذا الفيديو غتشوفوه في الصباح ديال العيد، وهو كان نورمالمون تسجل قبل من الليله ديال العيد فاش تسجل يوم الثلاثاء، وهذا غتشوفوه نهار الاربعاء. المهم حنا في المغرب عندنا العيد حتى نهار الاربعاء، بزاف ديال الدول اللي فطروا يوم ديال الثلاثاء، حنا حتى اليوم الاربعاء. مهم رمضان ديال هذا العام خرج ب 29 يوم، الصراحه كنت كنقول راه غيخرج ب 30 يوم ولكن خرج ب 29 يوم، ماشي مشكل. مهم داركني الوقت، ما قديتش انني نصوب لكم هذاك النوع ديال الحلوه اللي كنت قلت لكم. مهم صوبت صابلي، وهذاك صابلي صوبت يعني غير شكل واحد ولكن خرج منه بزاف ديال الاشكال. وبالنسبه لواحد الاخت كانت قالت لي اسماء راه يعني صابلي درتيه واحد وغير نوعتي في الاشكال ديالو، ما كاينش يعني ما كاينش فرق الا دقتي واحد مع واحد. بالنسبه نتينا منين تجي تقسمي العجينه ديالك، فاكيد كل حربوله ولا كل وحده كل عجينه قسميها وديري لها النكهه الخاصه ديالك اللي كتعجبك، وهكا غادي يكونوا عندك بزاف ديال النكهات. انا خليته غير هكاك عادي لان بناتي ما كيبغيوش كثرت النكهات، داكشي علاش درت هذاك صابلي عادي باش يتنكل لي. واكيد غادي نتشارك معكم واحد اخر، واخا يعني كي قلت لكم واخا غادي يفوت العيد ان شاء الله، واخا هكاك غادي نتشارك معكم ونوريه لكم بهاد المناسبه. الا مازال ما شافوش البنات هذاك لا فيديو، انا غنخليه لكم في صندوق الوصف، وغنخليه لكم كذلك في اول تعليق باش تشوفوا. اللي عندها الغرض انها تشوف صابلي البريستيج بجوج ديال البيضات، خرج تبارك الله بزاف الكميه يعني كثيره. مهم البنات شغنقول لكم كنهضر معكم بواحد الطاقه ايجابيه وهادي وهادي، لان يعني ما نبغيش نعطيكم واحد الطاقه سلبيه. اما مالوغوزمون صراحه مالوغوزمون العيد غادي يدوز عندي ماشي زوين، لان فريمون 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 راجلي ماشي معايا. دونك جاتنا دقه على غفله، كتعرفوا الخدمه يعني ديال الداخليه ولا، فاكيد ما كتكونيش عالمه على بزاف ديال الحوايج، ف
مشى خدمته وخلاني بوحديتي. اوغوزمون معايا ماما غادي تعيد معايا وغادي تجلس معايا. مهم الحمد لله على كل حال. وكذلك هو يعني راجلي والرجال اللي كيخدموا تقريبا بحال السيرفيس ديالو، فالله يخرج السيرفيس ديالهم على خير وبخير، والله يعاونهم على خدمتهم لان فريمون قاصحه الواحد، خصوصا في هذه المناسبات تيخوي الدار. المهم كتبقى واحد المناسبة اللي دائما كنبغيو نكونوا فيها مجموعين، ولكن ما عندنا ما نديرو. طرف الخبز ماشي سهل وصعيب، وهذا الشيء ما كاين الله يسمح لنا منهم حتى هما. ولكن فريمون والله العظيم الا طالع لي الدم هذا النهار، عرفتي راه دابا كنخمل وتشوفوني ما كنضحك ما حتى شي حاجه، يعني فريمون طالع لي الدم واحد طلعه ما نقولكمش، ولكن ما عندي ما ندير. غادي نتونس بكم بماما حتى هي اللي هي معايا. حتى بنتي صراحه كنت عوال على اساس انني نهبط لفاس ونعيد تما، ولكن خفت على اساس على بنتي من مور من هاد 3 ايام اللي عطاوها لهم يبغيو زعما ترجع عاوتاني القرايه، حيت دابا غادي يبدا غير سليت، يعني ماشي قالوا لهم كاع في مره ما تجيوش، وانما مهم راكم عارفين اللي كيبغي يمشي كيمشي، اللي كيبغي ما يمشيش ما يمشيش. وخصوصا كان الاستاذ ديالها قالنا باقي عندها شي امتحان ماشي امتحان، على داكشي ما زعمتش على انني نهبط. قلت صافي نجلس ما عندي ما ندير. وهنا كيف ما كتشوفوا حاولت انني هذا النهار نجمع الدار، ولكن ما غاديش نجمع هذاك الجميع اللي كي كنقولوا من الاعماق، لان فريمون اول حاجه عيانه، ثاني حاجه شنو نقول لكم، منين سكنت في هذا الدار وانا كنجمع فيها كنجمع فيها كنجمع فيها هاد النوبه، قلت والله ما نجمع هذاك الجموع اللي لغد لي ديال صباح العيد الا صبحنا كي كنقولوا بالعمر، من نصبح عاوتاني معوقه باش رجلين كيضروني ولا شي راسي ولا ولا شي حاجه. قلت غير غادي ندوز عليها، مهم نقادها نمسحها من الغبره ونضرب لها هكا واحد الشطابه ومن بعد الجفافه وصافي. ومهم ما تشاركتش معكم بزاف ديال الاشياء في هذا الفيديو، مثلا الجفاف ديال الدروج الجفاف ديال الدار وداكشي ما تشاركتوش معكم، غسيل الحمامات هذا فخديت لكم غير بعض اللقطات اشنو درت في هذا اليوم ديالي وصافي، بما انني كنتشارك معكم اليوميات وصافي. جمعت بيت ديال البنات ديالي، درت لي كوفرلي ديالهم يتصبنوا، وطلعت عاوتاني جمعت هذا البيت حتى هو. المهم غنجمع كذلك الصالون سيجور، المهم بقيت غير من هنا لهنا من هنا النهار كامل مشى لي غير في جميع ديال الدار. كانوا عندي عرمه ديال الحوايج، لان فريمون صبنت النهار ديال البارح وصبنت النهار ديال البارح، ومع البارح كنت ديجا صوبت داك صابلي وداك الشيء، فالنهار كله اصلا مشى لي ما بين غير الخروج ديال التقضيه وصابلي تجمع ليا التصبين هاد النهار، عاد طويت ورجعت لبليصتو. وبالنسبه لواحد المتتبعه كانت قالت لي عافاك اسماء، منين كتشري داك الشيء ديال الحلوى، يعني باش كيصوبوا الحلوى المقادير وهادي وهادي، فانا هذاك السيد اللي كنشري من عنده راه جاي في شارع بنو تاشفين
تما فين جاي حدا واحد الباتيسري اللي سميتها باتيسري ديال النور، وجاي قدام واحد هما جاي في الوسط ما بين الباتيسري ديال النور وما بين هذاك اللي كيبيع داك المواد ديال الفلاحة والزراعة وكذلك النباتات ولي برودوي الدواء ديال هادو ديال النباتات والحشرات، راه هو جاي في الوسط بالضبط هذاك الوحيد اللي كاين اصلا تما، يعني في الطريق ليك ديال المركب في شارع بنو تاشفين على يدك ديال الشمال كاين عنده تبارك الله داك الشيء غزال. غادي تمشي غادي تسقي حله فمك لان فريمون عنده داك الشيء الحلويات اللي كتسولي عليها كتلقايه تما. وكذلك عنده مثلا داك المشبك ديال البيبي، يعني داك الشيء اللي كيديروه في البيبي يعني في العقيقه، كاين داك الشيء اللي كيديروه في الحنة، كاين يعني كاين داك الشيء غزال ما شاء الله. مهم هذا هو العنوان ديالو. وبالنسبه دابا من بعد ما جمعت هاد الروينه هادي وداك الشيء كي قلت لكم ما تقاسمتش معكم بزاف ديال الحاجات، غادي نمشي دابا باش نصوب معكم واحد الكيكه اللي غادي نحطها ان شاء الله غدا في الطبله ديال الفطور. هاد الكيكه هادي بغيت نصوبها باش هكا لغد ليه الصباح ما يكونش عندي بزاف الحاجات ما ندير. دونك بالنسبه للمقادير اللي غادي ندير كنت ديجا تشاركتها معكم في القناه شحال هادي، هادي تكون تقريبا واحد 8 شهور ولا، فغادي نعاود نشاركها معكم دابا. بالنسبه للمقادير عندي هنايا ربع كاس ديال الزيت نباتيه وربع كاس ديال الحليب، نص كاس ديال سنيده، ثلاثه ديال البيضات، قبصه ديال الملح، واحد فانيا. بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها المهم كتبقى اختياريه. جوج ديال الكاكاو المر اللي كيكون فئه 7 ديال الغرام، يعني في المجموع 14 غرام. جوج ديال الخماره ديال العروسه من فئه 7 غرام، يعني بجوج بهم فئه 14 غرام في المجموع. وعندي كاس ونص ديال الدقيق، هادو هما المكونات ديال الكيك اللي غادي نستعمل دابا. مهم غادي ندير داك القبيصه ديال الملحه وداك البيض والحليب الزيت سنيده. المهم قبل ما ندير الزيت والحليب غادي نطرب غير السنيده مع البيض ومع لافاني ومع قبيصه ديال الملحه مزيان حتى يطربوا لي، ومن بعد عاد غادي نضيف داك الحليب وداك الزيت، نخلط عاوتاني كلشي مع بعضياته مزيان، ونضيف داك الساعات الكاكاو عاوتاني نخلط. وفي نفس الوقت كيف ما كتشوفوني انا كنخلط وانا كندير كلشي مع يعني هكا حاجه مورا حاجه. عاوتاني ضفت داك الساعات داك الكاسونس ديال الدقيق الابيض، ومن بعد عاوتاني ضفت داك جوج ديال الخمارات. غادي نطرب داك الشيء مزيان مع بعضياته وغادي نديرو في واحد المول اللي غادي ندخلو للفران اللي كيكون متوسط درجه الحراره ديالو، وتقريبا كتاخذ لنا واحد 25 حتى 30 دقيقه. كنشعل عليها غير من التحت لان هذه ما كتحتاجش انها تحمر حيت ديجا هي فيها الكاكاو، يعني اللون ديالها كيكون قهوي يعني ما تحتاجش انها تحمر. وبالنسبه لهذا المول تقريبا القطر ديالو كي فيه شي تكون شي 26 سنتيمتر هكا، مهم يعني صغير ماشي كبير بزاف. كي قلت لكم غادي ندخلها، ودائما الفران انا كنكون ديجا طافي يعني بارد كنشعلو في نفس الوقت كندخلها للفران، يعني ماشي كنخليه حتى كيسخن. هنايا غادي ندوز باش نصوب السيرو اللي غادي نسقيه اولا الكراميل اللي غادي نسقيه بها. عندي هنايا كاس ديال سنيده ديال العنبه، حتى القياسات قبيله اللي عطيتكم بالكاس ديال العنبه. عندي كي قلت لكم كاس ديال العنبه وكاس ديال الحليب. بالنسبه للبنات هاد السيرو هذا بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرها ما دارتو فراه كيطير بعد شي مرات، يعني كيحرق يقدر يطير لك الله يستر على اليدين ديالك ولا على الوجه ديالك. فاحسن حاجه ديروها السر ديال هذا باش ما كيطيرش هو انك تسخني الحليب ما ديريهش بارد، دفيه واحد شويه عاد ديريه فوق من هذاك السنيده اللي كتذوب. كيف ما كتشوفوا كنقلل عليها البوطه كنخليها تذوب على خاطرها كيف ما كتشوفوا. في نفس الوقت ملي كنشوف البوطه بان بحال مجهده فكنهز الكاسرون من فوق من البوطه ونبقى كنحرك مزيان وعاد نردها عاوتاني من فوق من البوطه. هنا كيف ما كتشوفوا سخنت ديجا الحليب، ماشي سخنته بزاف، المهم بحال انا باغا نشربو فهمتوا، يعني داك درجه الحراره ما كتكونش فايته 60 درجه، يعني نقدر انا نشربو براسي يعني كيكون دافي. كنحرك داك الشيء كامل مع بعضياته. مهم ما تخافوش الا تجمع لكم، راني وريت لكم بانه كيتجمع فما تخافوش، غتبقاو كتحركوا على عافيه مهيله، تحركوا تعطيوا الوقت ديالكم ليلو فاكيد كيتطلق وما كيبقاش كاع هكاك يعني عاقد اولا جامد، راه كيبقى كيتطلق بما تحتاجوا انكم ديروا لا باتور لا طحانه يدويه لا حتى شي حاجه، غير زعما لا طحانه كهربائيه لا حتى حاجه، غير هكا بيديكم
اولا بالفوي، وبقاو طربو 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 راه حتى كيدوب. من بعد ما كنخرجها من الفران كنخليها تبرد واحد شويه. مهم بما ان كنحطها هكا في الجنب، على ما كتبرد لي في داك الوقيته هذيك كنمشي انا كنصوب داك السيرو. يعني كيف اون فوا كنجبدها من الفران نمشي داك الساعات كنصوب السيرو، على ما كنصوب السيرو كتكون هي دفات لي ما كتبقاش سخونه. هذاك السيرو كيكون مازال سخون كيف ما كتشوفوا، كنخويه عليها هكذا. مهم كنخوي عليها غير بشويه بشويه حتى كتشربوا لي كامل كيف ما غادي يبان لكم، غادي تشربوا مزيان. وداك الساعات غادي نخليها هكا على جنب، نخليها حتى تشرب لي هذاك الشيء. غادي نمشي دابا باش نصوب الطبقه الثالثه اللي غادي نديرها، اللي هي الطبقه ديال الشكلاط. بالنسبه للطبقه ديال الشكلاط اللي غادي نديرها، هنا كيف ما كتشوفوا راه ديجا راه شرباتو. الطبقه ديال الشكلاط اللي غادي نديرها عندي تقريبا واحد 180 غرام ديال القشدة الطارية. مهم هاد البواطة هادي كتهز 200 غرام. انا درتها كاملة، انا غادي نوريها لكم كريم فريش هنايا، وغادي نوريكم هنا بان قشدة طارية والبواطة ديالها هي مكتوبة فيها لي الحلويات والطبخ. مهم كنحاول انني نتقاسم معكم اي حاجة، مهم لي ديتاي باش تفهموني اكثر. غادي نسخنها حتى كنشوف بانها سخنات، بدات هكا كطلق لي داك الغلية في الجناب. هنا كنوريكم الشكلاط. بالنسبة لبنات الشكلاط فحاولوا على انكم ديروا الشكلاط اللي يكون من النوع الجيد، ما ديروش الشكلاط اللي عامر غير سكر وصافي. بالنسبه لهاد الحلوه ما كتجيش بتاتا حلوه، غير زعما ما تخافوش على انكم ديروها وتجيكم حلوه بزاف وما تقدوش تاكلوها. بالعكس اصلا الكيكه فيها غير نص كاس ديال سنيده. اما بالنسبه لهذاك الكراميل، هذاك اللي فيه كاس ديال سنيده مع كاس ديال الحليب، يعني هذاك اللي اصلا كيجيبها مقاده، يعني ماشي ما كتجيش كاع حلوه. وبالنسبه لاكريم فريش اصلا هذه بارده. وبالنسبه للشكلاط كيكون من نوع، الا كان من النوع الممتاز فكيكون الشكلاط يعني ما كيكونش المذاق ديالو بحال كتاكلي غير السكر وصافي. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطت كلشي تطفيت البوطه، راني وريتها لكم يعني طفيتها، عاد بقيت كنكمل بالتخلاط ديال داك الشكلاط باش ما يتحرق لكمش، ضروري تطفيوا البوطه. هنا مشيت خويتها ونسيت على انني خاصني نحل المول ديالي من الجناب، فعاود خويت داك الشيء اللي كان هكاك في الجناب. المهم حليت المول ديالي. انا ما عنديش هذيك الشبكه اللي كتقطر هذيك لاصوص ديال الشوكولا اللي كنديروها من الفوق، فخديت غير واحد الطبيسيل درتو من التحت، وخديت هكا واحد البانيو او بوكال ولا شي حاجه حطيتها، وعاد درت عليها هذيك التورته هكذا من الفوق او هذيك الكيك من الفوق، وخويت عليها هذيك لاصوص ديال داك الشوكولا. المهم انا كنحاول على انني نتشارك معكم اي حاجه باش تشوفوا. مهم الا غادي تقبلوا عليا البنات، انا راه اي حاجه كنوريها لكم. اذا كانت عندي هذيك الشبكه فاكيد النهار غادي نشريها غادي نوريها لكم عاوتاني. قلت لكم عاد خويت هكذا من الجناب، واكيد هذاك الشيء اللي كيطيح من الجناب تولي تعاودوا تهزوه بالمعلقه وديروه هكا من الفوق. صافي هو كيطيح وانتم كتهزوه بالمعلقه وديروه من الفوق وصافي. ومن بعد كتخليوها هكا تبرد في الثلاجه، وبصحه وراحه بامكانكم تزينوها باش ما بغيتوا. كيف قلت لكم بالنسبه للتزيين بامكانكم داك الساعات نتوما تزينوها باش ما عجبكم، يعني كان عندكم اللوز، كان عندكم غير الشوكولا، كان عندكم بيستاج، مهم اي حاجه، كاوكاو، كوك، بغيتو تخليوها غير هكاك، بغيتو تاخذوا عاوتاني الشكلاط وتذوبوه وديروا هكا خطيطات من الفوق اللي غادي يجمد عليها، لان هاد الشكلاط هاد لاصوص الشوكولا اللي درناها ما كتجمدش، كتجمد غير واحد شويه، ما كتبقى هي سائله، يعني ماشي بحال الشكلاط مي كيجمد كيقصح كاع في مره، لان فيها لا كريم فريش كيف ما شفتوا معايا. كنتمنى لا فيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش انكم تدعموني باللايكات ديالكم وتخليو لي التعاليق ديالكم. والى كنتي اول مره كتشوفي القناه ما ترديش انك تشتركي وتفعلي الجرس باش دائما يوصلك الجديد ديالي. والبنات اللي كيقولوا لي اسماء ما كيوصلناش الاشعار حتى كندخلوا نقلبوا عليك، فهذاك الاشعار حاولوا انكم تزولوا ولا وتوليوا تعاودوا تردوه، اولا ديزابونا وتعاودوا تابوناو هكا يقدر يولي يجيكم الاشعار. مهم يوتيوب بعد شي مرات ما كيوصلش الاشعارات، وماشي بعد شي مرات، غالبا ما كيوصلش الاشعارات للناس كاملين. هنا غنقول لكم تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو ديال غدا، ونهاركم مبروك وعيدكم مبارك مسعود، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بكل ما كتمناو. بسلام عليكم.